شعار مع الشعب. لما تنهضروا على علاش حزب الاستقلال اختار هذا الشعار، انا دائما الشعب هو رمز التغيير. لما قلنا احنا مع الشعب، لان الديمقراطيه وخصوصا المغربيه لن ترقى الى مصاف الدول الديمقراطيه الحقيقيه والخير الزائفه والمزوره او المصطنعه دون ان تصطف لجانب الشعب. لا يمكنش، انطلاقا من الايه الكريمه لا يغير الله ما بقوم سيغيروا ما بانفسهم. ولان الاله الديمقراطيه لن تكون فعاله دون ان تتحرك بطاقه الشعب، فالديمقراطيه الحقيقيه تنطلق من اراده الشعب وتتحرك بواسطه الشعب وتعمل من اجل الشعب، ويبقى الشعب هو محور كل السياسات وهدف كل التحركات. وليست الديمقراطيه هي الاجتهاد في ارضاء المؤسسات الماليه والابناك الدوليه على حساب الشعب وعلى حساب قدراته الشرائيه وقوته اليومي، وليست هي استحضار التوازنات الرقميه وتغييب مصالح الشعب، وليست هي تعويض غياب الابداع السياسي او انعدام الحس التدبيري بالهجوم الغاشم على جيوب المواطنين والاجهاز على مكتسباتهم وقدرتهم الشرائيه. من اجل هذا نعتبر في نظريه مع الشعب اللي هو برنامج مجتمعي ان حقوق الشعب هي ارقى مستويات حقوق الانسان، لان حقوق الشعب لا تستثني احدا من ابناء الشعب ولا تخص فئه اجتماعيه دون فئه اخرى ولا تتحيز لمذهب سياسي على حساب مذهب اخر. كل المغاربه سواسيه في عين الدستور وفي عين القانون وفي عين العدالة وفي الممارسة السياسية. ولهذا فقد حان الوقت لمراجعة مفهوم حقوق الإنسان حتى يصير شاملا للجميع، وحتى لا نجعله حكرا على فئة دون فئة. فقد كرم القرآن الإنسان دون النظر إلى دينه أو مذهبه، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، صدق الله العظيم. وهذا وفي هذا السياق نطالب في حزب الاستقلال بضرورة إعادة فتح ملف السلفية لتطهيره من بعض الشوائب التي قد تؤدي إلى إصدار أحكام ظالمة وتشكيل هيئة وطنية لإعادة النظر فيه. فالمغرب قادر على معالجة هذا الملف بالحكمة وفتح باب المصالحة، وهو بلد يسع واسع يتسع لكل أبنائه. وصدر المغرب رحب مليء بالرحمة تجاه أبنائه، ولا نريد لأي مغربي أن يشعر بالظلم في وطنه ولا أن يكون منسيا من طرف حكومته. ولهذا نطالب باستعجال إنهاء هذا الملف وطيه بصفة نهائية، لأننا لا نرضى أن يبقى في بلدنا معتقلون للرأي، فالاختلاف في ديننا رحمة. وفي نفس الاتجاه، كما قد طالبنا في عدة مناسبات بفك الحصار عن أنشطة العدل والإحسان، واعتبرنا أن هذا الحصار من الأخطاء التي لا تغتفر، بحيث كان على رئاسة الحكومة بعد دستور فاتح يوليوز 2011 أن يفتح حوارا مع كل الذين قاطعوا انتخابات 25 نوفمبر 2011 من أحزاب سياسية ومن جماعات وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان. كانت له الفرصة لأربع سنوات من أجل فتح حوارات وطنية في مختلف المواضيع، ولكن موضوع الديمقراطية بالنسبة لحزب الاستقلال يحظى بالأهمية القصوى وعلى رأس كل هذه الحوارات. ونادينا برجوع المغتربين بسبب آرائهم إلى وطنهم وعلى رأسهم مؤسس الشبيبة الإسلامية عبد الكريم مطيع، والذي أصبح شيخا في بلد الغربة مع كامل الأسف. ثم إننا مع الشعب ضد حكومة أصمت أذانها عن صوت الشعب وكتمت أنفاس المتظاهرين السلميين. إننا مع الشعب في حقه في تربية حديثة وتعليم متقدم يرسم معالم المستقبل
ويهيئ الأجيال لعصور غير عصورنا، ويعطي للتلميذ المغربي مكانة مرموقة في وسط أقرانه على المستوى العالمي، وفي حقه في الصحة، في حقه في سياسة رشيدة، في مجال الشباب والرياضة، في مجال تطوير الحريات الفردية، في مجال العدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم، في حقه في تطوير علاقاته الدولية إفريقيا وأوروبيا وعربيا وإسلاميا. نحن مع الشاب في حقه في العيش الكريم في ظل الدين الإسلامي الوسطي المعتدل على مذهب الإمام مالك السني والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد في التصوف، والذي ينزل آل البيت صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منزلة مشرفة كما فعل مع المولى إدريس الأزهر، ولا يناسب العداء لأي مذهب إسلامي آخر. كما ننادي بتكريم الشيوخ الإسلاميين الذين دفعتهم وطنيتهم وغيرتهم على وطنهم ودينهم إلى الدفاع عن الأخلاق الإسلامية والكف عن نعتهم بالإرهاب الذي لا علاقة له بالدين في شيء، بل هو ممارسة سياسية مقيتة باسم الدين. ولا نريد من أي سلفي أو من أي حزب يدعي أنه حزب إسلامي الاتجار في الدين، وهذا ما تم اختياره من شعارنا مع الشعب، لأننا نؤمن بالشعب ونحن من الشعب وإلى الشعب وسنبقى إلى جانب الشعب. شكرا لكل وسائل الإعلام الحاضرة معنا، ونحن على استعداد تام للإجابة على كل الأسئلة.